كتر خيرك يا عمدي، واني كمان عند وعدي. الله اكبر الله اكبر. ايوه افر فرح لك يومين يا جناب العمد. هو في ايه؟ هو ايه اللي فيه ايه؟ مفيش حاجه. انت ازفت يا لسفك واق. نعم ايه؟ ام اجري يلا روح هات سيدك ابو العيله، بس بالراحه عليه. هو هتعمل ايوتا حاجه تزعله ولا تضايق؟ اجيب ابو العيله عشان يطلع فاطمه وانت تتجوزها؟ امشي يا ابن هنا امشي هو. حاضر. هم بقى يا عم الشيخ خلينا نخلص. يا بنتي ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. انت صحيح عايز تطلقي؟ ده رايي يا عم الشيخ. هو انت جاي تخطب الجمعه هنا ولا ايه؟ احنا في ايه وانت في ايه؟ معلش يا عمدة، ما لازم اسألها برضو. اسأل من غير سؤالات. رد يا بنتي. اهي سك والسكوت علامة الرضا. يا واد يا رضا يا غفير. ايوه يا حضرة العمدة، انا عارف حضرتك عاوز ايه. اتفضل. كده في ريح سيدنا الشيخ. شوف بقى يا سيدي، موضوعك انتهى خلاص. انا رتبت كل حاجه مع جناب المأمور، ما بقاش في قضايا ولا دياول. يلا بقى يا مولانا هم، خلينا نخلص بقى. ان ابغض الحلال عند الله طلاق. هو انت مش حافظ غيرها يا مولانا ولا ايه؟ خلصنا، انت كتبت كل البيانات. طلقني يا ابو العيلة، طلقني الله لا يسيئك. انتي عايزاني اطلقك يا فاطني؟ ايوه يا ابو العيلة، انا عايزك تطلقني عشان انا عايزه اطلق اللي يامل الممرمر اللي انا عايشه فيه. عايزك تطلقني. ايوه، عشان انا خلاص ما عادش فيا نفس، ولا بقيت قادره اتحمل مراره الايام وسوادها. يلا يا ابو العيلة طلقني، وخلي بالك من العيال. انت بتبص لي كده ليه يا ابو العيل؟ ما تطلقني يا اخوي، طلقني. انا خلاص ما قعدتش قادري. ايوه والله ما قعدت قادري، خلاص عايز اخلص من الايام السوداء اللي انا كنت عايشاها. طلقني بقول لك، ولا انت اللي عايز ترحم ولا تسيب رحمه ربنا تنزل؟ طلقني بقول لك يا ابو العيل. الله، لا اهدي خالص كده، ولا تنرفزيش نفسك يا حلوه، ولا تتضايقي ابدا. وانت يا اخينا انت ما تخلص بقى. قالت لك طلقني تطلعها طوالي، كلمه ورد غطاها ولا يا مولانا؟ اسمع الكلام يا ابو العيله يا ابني، ما دام مش حباك طلقها يا اخي. بلغ انت يا ابو العيله، زمان في واحده ست راحت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاه والسلام. قالت له ان انا عايزه اتطلق يا رسول الله. ام سال قال لها الي عيب في اخلاقي؟ قالت له لا، ولكني اخاف الا اقيم حدود الله. ام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها خلاص ردي له هديته وهو يطلقك. انت ما تاخذنيش يعني، لا جبت لها هديه ولا جبت لها حاجه. فطلقها يا اخي، طلقها، وخلي ليك أسوة حسنة في سيدنا رسول الله. أنا عايزك تنسد أنت وتدبر حالك يا جدي. يلا يا ابو العيلة، يلا يا ابو العيلة طلق. خلاص يا فاطمة. بنتي. ها؟ ايه انت ايه؟
طالق. انت بتعيط ليه يا بنتي؟ مش انت اللي كنت عايزه كده؟ دموع الفرحه يا مولان، بتعيط من الفرحه، عقبال عندك كده اما تتطلق وتفرح. تعالى يا ابو لالا ابصم هنا. ابصم يا ولد. يلا يا ابني. ابصم كقطع ايدك. مش عارف هي كانت عايزه تطلق منه ليه، بس طالما دي رغبتها نحققها لها. هتعيش معاها بالعافيه يعني؟ مبروك يا ام. الله يبارك فيك. يعني انت يا بنت متاكده من الكلام اللي انت بتقوليه؟ ابو العيله طلق فاطمه بصحيح؟ ايوه يا ست، زي ما بقولك كده. عيني عليهم، الناس كانت حاسداهم على شويه الحب والاخلاص اللي كان بينهم. طب ابو العيله راح فين دلوقتي؟ يكونش يا بنت راح للشيخ محمود؟ لا، حسان اخده يقعد عنده لحد ما يهدى ويروق كده. طب اسمعي يا بنت، انا عايزاكي تروحي لابو العيله وتقولي له ان الست راوي عايزاك ضروري. ايوه خير، عايزاه في ايه يعني؟ يا بنت وانتي مالك، نفذي الكلام اللي انا بقولك عليه. انا مش قصدي، انا قصدي يعني انه اكيد هيسالني كانت عايزاني في ايه. اقول له انا ساعتها؟ قولي له ما اعرفش، قولي له علم علمك، المهم انك تقولي له ان انا عايزاه. اوف منك. بعدين وانتي راجعه عادي على الجزار منصور وقولي ان انا عايزاه هو كمان. لو انتي ناويه تذبحي وتعملي ندر تاني يا ست. ده انا هعمل ندر كبير قوي المره دي. انا مش هتبع خروف، ده انا هتبع عجل. خير اللهم اجعله خير. قولي لي يا شاطرة، ست كراوية موجودة؟ ايوه. أقولها مين؟ قولي لها منتهى هانم. حاضر، هعمل لحضرتك شاي على ما الست تيجي. اتفضلي اتفضلي استريحي.